معايا الحاج علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الدقهلية يا حاج علي. ازيك يا استاذ سامح؟ الحمد لله. انت الحاج علي سعد؟ ايوه يا باشا. ازيك يا حاج علي؟ اتفضل. ازيك يا سعاده الباشا؟ الحمد لله يا فندم. اتفضل. طبعا انا دخلت معاك اكتر من مره. يبقى انت حافظ بقى، فوطي التلفزيون الاول. ماشي يا باشا. تمام، اتفضل. الوقت انا رحت للاستاذ محمد عبد الله. ايوه. واديت له شكوتي، وبرضه الرجاله قاموا عملوا لي كمان محضر ثاني تبويب. ايوه. انا مؤدي مشكلتي انني التعدي واللي انا شرحه لك بدل المره 10,000 مره. تمام. انني الوقت المشكله بتاعتي ان المبني على المروه سور ومعصرت سور والمكنه خدوها والقصه دي كلها وانت عارف. ايوه. طيب هو انا مانع ازرع الارض علشان يعمل لي محضر تبويل، ولا هو بيعمل لي المحضر التبويل ورغم ان انا جنبي مني ناس ما بتعملهاش محاضر اللي هم اساس المشكله. مفيش حد مش اولا حاج علي، مفيش حد ما بتعملوش محضر لو هو مخالف. اي مخالف معمول له محضر. انا بعد اذن سعادتك وطلبت منك بدل المره 10,000 مره تنزل تصور عشان هو الموضوع مش موضوع تصوير. هو انت عارف كويس قوي وانت عارفني ان احنا ما بنحبش نعمل يعني شو او نتاجر بقضيه فلاح. احنا اللي عنده مشكله نساعده ونحلها له، والموضوع الكاميرا انت شايف ان احنا بننزل على طول وانت متاكد من كده. بس في مشكله هنا ان انا بقول لك انت الموضوع عندك تايه. في ناس متعديه على المروه وانت عندك ارض في نفس الوقت ليها اكتر من طريقه عشان تزرع. الميه ما هياش ممنوعه عنك نهائي زي ما انت شرحت لي، وانا تواصلت مع الري ومع الزراعه. لا انت عندك حاله تبوير. انت يعني ايه؟ خلاص الميه ما جاتش، انا هبور وابني يا سعاده الباشا. انا بقول انا 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 لا انا متابع المشكله بتاعتك دي. انت بقالنا سنتين صح؟ اكتر من سنتين كمان. كلمتني كتير، جيت لنا القناه ونورتنا كتير. فالموضوع دلوقتي هو مش موضوع ان انت مش عارف تبني، لا مش عارف تزرع. اسمعني بقى واسمع المهندس محمد عبد الله. انت من كفر سعد ولا منين؟ لا، من الكردود بالقاس. من الكردوس بالقاس. الكردود بالدار. الكردود في بالقاس. معايا الباشمهندس محمد عبد الله وكيل وزاره الزراعه ده اهليه. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك سامحني؟ الله يخليك. الحاج علي على الخط الثاني ومعانا، مش هيقفل. هو معايا بقاله سنتين. جيرانه عاملين سور على المروه قاطعين عنه الميه. تمام؟ الراجل بيقول انا مش عارف ازرع. بيروح يشتكي هو اللي بيتعمل له محضر انه مبور الارض. بالرغم ان بيقول جيراني المتعديين ما تعمل لهمش محاضر. انا قلت له تعمل لهم محاضر، بس انا متاكد ان ما فيش تنفيذ نزل ولا ازاله نزلت ليهم. نحل المشكله دي ازاي؟ انا بطلب من حضرتك، عاوزين لجنه تنزل عند الراجل ده تسمع منه، مهندس من عند حضرتك اهل ثقه يشوف لنا الوضع على الطبيعه، ولا انت عندك معلومات عن المشكله دي؟ لا، هو بس الحاج سعد يجي جابني يوم السبت. هو الحاج علي سعد قدم لك شكوى قبل كده ومحدش يعني وقف جنبه، هو بالعكس بيقول لي اتعمل لي محضر. طب يجي يتابع معايا يوم السبت وانا هشوف مين اللي مع حضرتك شخصيا. هو الحاج انا هديله حجه وزياده ان شاء الله. محمد بيه مع حضرتك شخصيا. تمام؟ نعم. مع حضرتك انت شخصيا بعد اذنك، لان انا يعني انا كنت معاك في كفر الشيخ وشفت المجهود اللي انت بتعمله وبصماتك اللي سبتها في محافظه كفر الشيخ. وكنت معاك قريب في الدقهليه وشفت النشاط والشغل اللي فعلا يرضي. علي بس يوم السبت ان شاء الله في المديريه، وانا هجيب الملف بتاعه كامل. تمام. لو هنزل انا بنفسي شخصيا لو ليه حق حاج يا باشمهندس نجيبه له. لو هو لمقصر هنقول له. تمام. بشكر حضرتك يا فندم. مهندس محمد عبد الله وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الدقهليه. بشكرك يا حاج علي. حاج علي معانا يا جماعه؟ ايوه يا باشا. سمعت يا باشا؟ انا سمعت. هتروح له؟ نفسي. لا، ما في سيبك من اللي في نفسك. اللي في نفسك انا يعني انا نفسي احققه لك، بس علشان يتحقق محتاج ان احنا نتعب مع بعض شويه. احنا من جانبنا ما قصرناش. طب انا رحت له يا بيه اهو. انا ما رحتلوش. هيجيب الملف وانت عنده وانت معاك تليفوني. انا هستنى تليفونك. تمام. وانا هعرف منه برضه بالتفصيل الموضوع ايه تاني علشان نقفله. انا ما ينفعش ان احنا بقالنا سنتين بنتكلم في مشكله. طب اروح له امتى تاني؟ يوم السبت. يوم السبت يجيني وانا هتصل بحضرتك اثناء اذاعه. اروح له السبت؟ محمد بيه معانا اهو، بيقول لي روح له، هيستناك يوم السبت وهيكلمني وانت قاعد معاه.
تمام؟ ماشي يا باشا. ماشي. بشكرك. محمد بيه انا بشكرك على تواصلك معايا ومع الفلاحين. لا تقلق. وربنا يوفقكم، وانا عارف ان انت عندك يعني مجهود كبير في محافظة الاهلية، بس انا هسألك على نقطة لان هي فرحتني. انتوا ابتديتوا تتوسعوا في مشروع تطوير الرأي الحقلي، واخباركم ايه؟ الحمد لله احنا بدأنا في تطوير في مركز بلجات مساحة 5600 بيها تلك تبع، الحمد لله تمت التنسية وبدأ العمل امبارح والحمد لله حاجة مشرفة. طابطين للمراوي بطول 224 كيلو لمساحة 5600، وخدنا وعد من المسؤولين على المشروع في حالة منتين من دون إن شاء الله هنوصل لعشر ثلاث بإذن الله. بإذن الله. ده مهم جدا. بدأنا العمل بالفعل. عايز أساعدك لأن الموضوع ده محتاج مجهود جامد قوي، وأنا فخور بتقوموا بيه. تقول ايه للفلاح في محافظه الدقهليه عندك عن مشروع تطوير الرأي الحقلي علشان يبقى في تعاون وفي استجابه سريعه؟ بالنسبه لنا هنا عموما احنا لما عرضنا وعملنا ندوات مع الفلاحين اتضح لنا حاجه مهمه جدا. أيوة. ان الناس كلها مقبله، وده كان بعكس ما شفناه في محافظات ثانيه، كل الناس مقبله. تمام. على تنفيذ هذا المشروع الحمد لله. سبحان الله. فاحنا الحمد لله ما فيش اي مشاكل. خطوط الكهرباء هنحط المحطات فين؟ مين اللي هيبقى مسؤول عنها؟ الكلام ده الناس مقبله يا فندم. الحمد لله. بشكرك المهندس محمد عبد الله وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الدقهليه، وانا متاكد ان شاء الله ان انتوا تقدروا تنفذوا كتير للفلاح.